شوف بقى يا سيدنا الافندي، انا هدفع في الكراكيب دي كلها 200 جنيه. ازاي يا مستر مسمار؟ ده النحاس اللي في السرير لوحده ب 500 جنيه. يا عم ده نحاس قديم ومصدي والبرومه واكلاه. دي الكراسي عاوزه واحد يسندها. يسندها؟ لا 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 لا، انا مش هبيع لك. يو ار انفير، انت ذمتك مش مظبوطه. طب هزود 50 جنيه. لا 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 لا، لا. انا مش هبيع اقل من 1000 جنيه. عجبك تشيل، مش عجبك في 1000 مسمار غيرك. ماشي يا استاذ. تحت امرك. ادي 500 جنيه اهم، ولما تيجي العيال تشيل الحاجه هحاسبك على الباقي. بس بسرعه وحياتك علشان العفش الجديد جاي النهارده. هوا انت مجنون؟ ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انا ما اقدرش اعيش في وسط الكراكيب. انا بعتهم كلهم شروا على بعضهم ب 1000 جنيه وهجيب عفش واعمل ديكور بسيط. وسرير بعته هو كمان؟ ده السرير لوحده فيه عمود يساوي نص مليون جنيه. انت بتقول ايه؟ ايوه انا مخبي في العمود نص مليون جنيه. يعني انت اختلست يا شريف؟ دي خبطه العمر. انا استحملت السجن عشان اخرج الاقي الثروه اللي تامن لي مستقبلي ومستقبلك. السرير ده لازم يرجع باي طريقه. امال فين المصر والمبادئ بتاعتك؟ فين شخصيتك الشريفه اللطيفه اللي كنت بتحاول توهمني بيها؟ انت خيالي وعايش في الاوهام. ما انتش حاسس بالغابه اللي احنا عايشين فيها. ضعيف الازاك هو اللي بيداس بالرجلين. ميزان قوتك هو رصيدك في البنك. وفادتك بايه الفلوس وانت مرمي في السجن؟ الفلوس دي امانه في رقبتك ولازم ترجع باي ثمن. بس خد بالك من نفسك، واوعى تثق في حد. بص حواليك، طمعانين كتير وقطعا بيراقبوك. سعيد يا مستر مسمار. اهلا يا سيدنا الفني. اتفضل اتفضل. ايه دول؟ دول ال 1000 جنيه بتوعك. اصل انا فكرت ان انا ما بعش العفش. يا سلام يا سيدنا الافندي، دي احسن فكره تفكر فيها، بس المشال عليك. ماشي انا موافق. يا انا شاكوش. معلم مسمار. ابني شوف عبد العطال يجي يشيل العفش بتاع الدم من المخزن. حاضر يا معلم. ربنا يخليك يا مستر مسمار. يو ار جنتلمان. انت راجل طيب. لا مؤاخذه يا استاذ، انت ليك 200 جنيه من الالف دول. بتوع ايه؟ اصل انا بعت السرير. بعت السرير؟ بعت السرير لمين؟ لتركي، صاحب مزادات تركي اللي في الانتيك خانه. اصله متعود ان يجي ياخد من عند البضاعه. دخل السرير ب 200 اهيف، مع انه ما يستاهلش حاجه، دي البارومه واكلاه. يا فندم يا سيدنا يا فندم، السرير ده بتاعي يا حضرتك. نعم يا سيد، السرير ده بتاعي يا محترم. السرير ده بتاعي يا سيد. يا جماعه يا سيد، ما تنوزع. السرير ده بتاعي بفضلك. السرير ده بتاعي يا جماعه. يا سيد السرير ده بتاعي. بتاعك يعني ايه؟ يعني انا خلاص هشتريه. ده مزاد يا حضرتك. يعني ايه؟ يعني لازم ينزل مزاد والناس تزايد عليه لحد ما يوصل لاعلى سعر. لاعلى سعر؟ سرير نحاس اربع عمدان اثري من العصر المملوكي. مين يفتح المزاد؟ 220 230 230 وتعريف 300 310 330. ثانية واحدة من فضلك، 330 وتعريف. 400 425 450 460 460 وتعريفة. 500 550 600 603 تعريفة. 400 710 750 750 وخمسة تعريفة. 800 815 830 1000 جنيه وعليهم شلن. 1000 جنيه وعليهم شلن. 1000 جنيه وعليهم شلن. 1000 جنيه وعليهم شلن. مين يزود؟ مبروك عليك. من فضلك يا استاذ، من فضلك. نمرة 158.
تدينيش اول يا حبيبي، بلاش اول. معلش يا ابيه. عفريت.